السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، نهاركم مبروك، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الإخوان وجدنا لكم مواضيع مهمة، اللي هي أول حاجة المغرب رسميا كيطالب الصحراء المغربية، كذلك غادي نشوفوا أردوغان من بعد زيارة ديال بيدرو سانشيز للمملكة المغربية كيدخل على الخط، كذلك المغرب يسكت قلب شنقريحة وعبد المجيد من قلب القرقرات، وغادي نتكلموا على تندوف اللي رجعوا كيجمعوا الحقائب ديالهم للرجوع الى اوطانهم. بقاو معايا الاخوه نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. دائما كطلب الروتيني لايك والبارطاج لهذا لا فيديو فضلا وليس امرا، والمتتبعين الاوفياء شكرا جزيلا للدعم ديالكم المتواصل. اما الضيوف الجداد فمرحبا والف مرحبا، ودائما مستمرين في القضيه المقدسه عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. الصحراء في مغربها هو المغرب في صحرائه، ولا عزاء للحاقدين. على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. إخواني أخواتي، من بعد ما تحسم الملف ديال الصحراء المغربية، المغرب رجع كيستعد لاسترجاع الصحراء الشرقية، وهذا الشيء اللي كانت خايفة منه الجزائر، أو اللي خايفين منه الحكام الجزائريين، واللي ما عارفينوش بزاف ديال المغاربة أن المغرب كيستعد حاليا أنه يطالب الصحراء الشرقية المغربية، وأن الملف ديال الصحراء الشرقية المغربية حتى هو محطوط في الأمم المتحدة. واللي كيأكد بلي الصحراء الشرقية هي مغربية، أن فرنسا الاستعمارية كانت كتعتبر الجزائر هي واحد المقاطعة، أو هي فرنس دو أو فرنسا الثانية، وكانت عندها يعني واحد النية أن الجزائر غادي تبقى دائما مقاطعة لها أو تابعة لها، لهذا ما كانتش عندها نية تعطيها الاستقلال. فرنسا قامت الإخوان باقتطاعات من الدول المجاورة، خدات يعني من تونس، خدات من موريتانيا، من مالي، من النيجر، ومن المملكة المغربية. هنا إخواني أخواتي، في 1953 السلطان محمد الخامس رحمه الله طلب فرنسا باسترجاع الصحراء الشرقية، ولكن هنا فرنسا ما بغاتش تهضر يعني في هذا الموضوع، وحاولت أنها تهرب منه وما عطاتلوش أهمية. في 1957 من بعد الاستقلال ديال المملكة المغربية، غادي تجي فرنسا وغادي تطالب محمد الخامس أنه ما يقدمش المساعدة للمقاومة الجزائرية، وقالوا له حنا مستعدين اننا نوافقوا على الطلب ديالك واننا نردوا لك الصحراء الشرقيه بشرط انك تهز يديك على المساعده للمقاومه الجزائريه، ولكن لي كورم الامبراطور ونوبل الامبراطور محمد الخامس قال بلي الشعب، او اعتبر بلي الشعب المغربي هو الشعب الجزائري، هما شعب واحد كما كيقولوا حاليا يعني الجزائريين خاوه خاوه، وجاوب فرنسا قال لها مستحيل ان المغرب يوقف من المساعده لهذه المقاومه الجزائريه، وحنايا من بعد التحرير ديال الجزائر غادي نتفاهموا وكل واحد غادي يرد الاخر الاراضي ديالو، يعني الجزائر ترد لنا الاراضي ديالنا، ولكن كما كنقولوا طحنا في واحد واحد القوم اللي هو خبيث اللي ما كيعقلش على الخير، اللي عندهم نية خبيثة، ولحد الآن يعني النظام العسكري الجزائري الخبيث، ونساو جميع الوعود، واعتبروا باللي الصحراء الشرقية عطتها لهم فرنسا ككادو أو كهدية. هنا الإخوان الدبلوماسية المغربية وتصريح ديال السيد ناصر بوريطار في القمة يعني في النقب، قال من خلاله باللي غادي تكون لنا أو غادي يكون لنا اجتماع في صحراء أخرى، في الإشارة إلى الصحراء المغربية، يعني يا غربية يا شرقية، ولكن النظام العسكري الدكتاتوري الخبيث اعتبروا باللي هذه إشارة من المغرب أنهم يسترجعوا الصحراء الشرقية، وهذا النظام يعني شعلت فيه العافية وشاف باللي هذه مطالبة صريحة من الخارجية المغربية باسترجاع الصحراء الشرقية المغربية. ولهذا الاخوان كانوا افتعلوا النزاع ديال الصحراء المغربيه باش يلهيوا المغرب المطالبه باش ما يطالبش بالصحراء الشرقيه، ولكن اليوم ملي المغرب سلام الملف ديال الصحراء المغربيه غادي يرجع بطبيعه الحال يطالب بالصحراء ديالو، الصحراء الشرقيه المغربيه. وغادي نمروا الخبر اخر، ان المغرب يسكت قلب شنقريحه وعبد المجيد من قلب القرقارات. اخواني اخواتي، قالت صحيفه لو ديسك بلي اشغال بناء مركز استقبال في معبر القرقارات سينطلق قريبا، وكانت الصحيفه ذاتها قد اشارت الى ان هذا المركز سيقام بميزانيه تقدر ب 380 مليون سنتيم، وغادي تكون الوظيفه ديالها ايواء الاشخاص من الفئات الاجتماعيه المستهدفه من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لا سيما الذين لا ماوى لهم والمهاجرين الغير شرعيين. وغادي يمتد المركز على مساحه 24000 متر مربع بحسب مصادر رسميه لموقع لوديسك، ويتكون من طابق ارضي وطابق اول، وغادي يضم واحد للرجال وواحد للنساء اضافه إلى مرافق تجارية وقاعة طعام ومطبخ ومستوصف. وبعد الزيارة ديال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، أردوغان يدخل على الخط وكيقول باللي
البلاد ديالو ما كتعترفش بالبوليزاريو. تركيا بحسب التعبير ديال أردوغان كتقول بلي هي ما كتعترفش بجبهة صندلستان، وكتقول نحن ندعم مفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية عادلة لملف ديال الصحراء. بهذا الجواب كان أردوغان كيعبر على الموقف ديال البلاد ديالو من قضية الصحراء المغربية، وكيقول أثناء الجواب ديالو على بعض الأسئلة من طرف الصحفيين باللي البلاد ديالو ما كتعترفش بشي حاجة سميتها البوليزاريو، وأن الصحراء المغربية أو قضية الصحراء المغربية كتشكل حسب يعني التعليق ديالو عائقا يعني أساسيا في تفعيل اتحاد المغرب العربي، وطرح كذلك يعني السيد أردوغان الاستعداد ديال بلاده أنه يكونوا وساطة أو يكونوا يعني طرف في وساطة أنهم يتدخلوا بين الجزائر والمغرب لفتح الحدود بين الدولتين. وغادي ننتقلوا الإخوان أو غادي نمروا الموضوع الأخير، وهو المخيمات ديال تندوف كيجمعوا الحقائب ديالهم استعدادا للرجوع، كل واحد يرجع لأرض الوطن ديالو. بحيث إخواني أخواتي من بعد ما خرج تصريح ديال السيد عمر هلال وكيقول بلي المغرب مستعد أنه يرجع إلا المغاربة اللي كانوا مشجلين في اللوائح ديال 1974، هنا يعرفوا باللي اقترب أوان الرحيل وجمعوا يعني حوايج ديالهم، واقترب يعني تفريق ديال المخيمات ديال تندوف وطي الخيام وهدم دوك البرارك الطينية والقزديرية، ويتهدم معها يعني ديك الأكدوبة ديال الصحراء وديك الأكدوبة ديال تقرير المصير، ويتطوى يعني بالصحبة ديالها سنوات ديال الضياع طويلة، ويتفرق داك المجمع ويعود يعني كل واحد الوطن ديالو، يعني الماليين يرجعوا المالي والموريطانيين يرجعوا كذلك لبلادهم اللي هي موريطانيا، الصحراويين المغاربة الأقلية اللي تما يرجعوا الوطن ديالهم، أما الجزائر فغادي يجلسوا في بلادهم. والجزائري يعني ما يحتاجوش انهم نقول لهم يرجعوا لبلادهم، لانهم راه كانوا كيدوروا ما بين المخيمات وما بين المدن الجزائريه، والكثير منهم كانوا كيتحايلوا على المنظمات الحقوقيه وبتحريض بطبيعه الحال من النظام الديكتاتوري العسكري الجزائري. وهنا اخواني اخواتي وصلت النهايه وكاملين يعني يرجعوا الوطن ديالهم. وكتدور انباء كتقول باللي بعض الصحراويين المحتجزين في المخيمات ديال الدل والعار راهم كيستعدوا الى العوده الى ارض الوطن، ولكن بطبيعه الحال لمشجلين في اللوائح ديال 1974. يعني حاليا يعني وصلنا للنهايه ديال هذا النزاع، والانتزاع ديال الاسباني او الانتزاع الاعتراف بمغربيه الصحراء الاسباني هو اللي خلى هاد الجماعات يعرفوا باللي وصلنا للنهايه، وصل باللي الملف الصافي راه تطوى. اذا هاد الجماعات او يعني هاد الساكنه اللي كاينين في تندوف كاملين خاصهم يرجعوا، كل واحد يرجع لارض الوطن ديالو. اخواني اخواتي وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو، كنتمنى انكم تدعمونا باللي لايك ديالكم، تبارطاجيو القناه، كذلك تشتركوا في القناة، وفضلا وليس أمرا. تحية لكم كبيرة، نهاركم مبروك وبصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.